أعزائي المشاهدين، أما نيجي نتكلم عن الحب هنتكلم عن هو ليه بقى عيد الحب. عيد الحب علشان يرجع للقديس فالنتاين اللي كان بيزوج العشاء في العصر الروماني، والعصر الروماني كانت المسيحية مضطهدة، فكان بيزوج العشاق سرا فعرفوا فاتقبض عليه واتعدم، فمن هنا جاء عيد الحب نسبة للقديس فالنتاين. ولما اجي اتكلم عن الحب لازم اتكلم عن الفن، لما للفن من دور هام في انتشار الحب والتفاؤل، لان الفن كمان والغنى اللي احنا تربينا عليه بيعمل زي حبل وصال ما بين قلوب العشاق. وضيوفنا النهارده هم من عشاق الاغاني، شباب موهوب بيعشق الاغاني وحب يشارككم النهارده في عيد الحب، وحلقتنا النهارده باسم يلا نغني في عيد الحب. رحبوا معايا بضيوفي النهارده، علاء جابر، اهلا يا علاء، يعمل في المجال الطبي. محمد ابو زيد، اهلا يا محمد، بيعمل في المجال الطبي. احمد زيكو، بيعمل في مجال الحاسبات الاليه. بدايه يا علاء، عايزه اقول لك، مش هقول لك بقى الموهبه بدات امتى والاسئله التقليديه دي وعملت فيها ايه، لا عايزه اقول لك مين قدوتك في الغناء. طبعا بليغ حمدي. بليغ حمدي. بليغ حمدي طبعا. ليه يعني اشمعنى بليغ حمدي وفي برضه ملحنين؟ طبعا استاذ بليغ حمدي هو قيثاره الشجن، هو سيد درويش عصره، لكن انا عايزه اعرف في ملحنين كتير، اشمعنى الاستاذ بليغ حمدي؟ الاستاذ بليغ حمدي يعني وقف جنب مواهب كتير وساعدهم، وبالتالي المواهب دي دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقت حاجه يعني بقى نجوم، مستوى راقي. نجوم بقى، نجوم فعلا. طب حضرتك هتسمعنا ايه؟ هسمع لحضرتك اغنيه حلوين من يومنا والله. اتفضل. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه، بنقدم احلى فرحه ومعاها مدمسه. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها مدمسة. ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. شكرا يا استاذ علاء. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عايزه اعرف، انت بتعمل في المجال الطبي، ايه علاقة المجال الطبي بالغناء، بحب الغناء؟ أنا مثلا كتمريض، ممكن مثلا أي مريض قدامي حالته النفسية مثلا تعبانة شوية أو كده، بقاله فترة كبيرة في المستشفى، ممكن أرفع عنه بأن أنا مثلا أقول له حاجة مثلا ترفع عنه كأغنية. وفعلا بترفع عنه؟ أكيد طبعا، وحصلت قبل كده. حصلت قبل كده؟ والله حصل. اتفضل، سمعنا إيه؟ هسمعك أغنية مرسال لحبيبتي. اتفضل. أمان 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 حبيبتي حبيبتي شرطة ميلا فراغ، وهكتب ليه هكتب ليه حروف اسمك ما هنت في قلبي سكن القلب، عارفة بصيتي وحالي، ومين غيرك ومين غيرك ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسال
ماني شايف ده جوابي، ده جوابي كام؟ ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب اللي قلاه، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الأوهام. كفاية إني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس، أو شاف حاله في بعدك لصال الرب واستغفر لذنبه وصال. شكرا يا محمد، شكرا. أحمد، عايزة أعرف، هو عيد الحب محتاج إن يبقى الحب ليه، يعني الحب محتاج عيد عشان نفتكره؟ طبعا الحب حضرتك محتاج عيد عشان نفتكره، عشان خاطر في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها ديت بنبقى حضرتك محتاجين يعني يوم، حتى ولو يوم واحد، نعبر عن حبنا اللي بنحبه. ودايما حضرتك يعني الاعياد دي بتناشد فينا حاجات كتيرة، ان احنا يعني نحس عن الحب، بتنمي العلاقات، تنمي العلاقات. اتفضل هتسمعنا ايه؟ للدرجة دي بتغيب عليا، ويهون عليك دمعة عيني، ويهون هواك خايفة القاسية تاخد شوية من شوقي ليك، اسأل عليا وانت هنا حبيبي. تعالى 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 بر الأمان بيناديك، وتسير عليه وترتاح في ظله حبيبي. تعالى 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 لقلوب هنا بتحس بيك وتخاف عليك، وبتوهبك العمر كله مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق، مستنياك تعبت تعبت من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق حبيبي حبيبي. شكرا يا احمد، شكرا. إيه علاء، عايزك تقول لي الشباب كلها عايزه تغني عشان الشهره والفلوس، رايك ايه في الموضوع ده؟ فعلا الظاهره دي كترت وانتشرت قوي دلوقتي. بس هو اللي المفروض يوصل للشهره اللي يستحق فعلا. اللي يستحق، لان الفن ما فيهوش وسايط، يعني انت صوتك حلو هتوصل، صوتك وحش مش هتوصل. طب هتسمعنا ايه؟ زي الهوى. اوكي. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى، وقامي الهوى يا حبيبي، قامي الهوى يا حبيبي. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى، وقامي الهوى يا حبيبي، قامي الهوى يا حبيبي. وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر، غنينا وسهلنا وحكينا، وفي عز الكلام سكت الكلام، وفي عز الكلام سكت الكلام، وتريني ماسك الهوى بإيديا، ماسك الهوى، وقامي الهوى يا حبيبي، قامي الهوى يا حبيبي. شكرا، شكرا يا احمد. محمد، في دلوقتي ترند على السوشيال ميديا اسمه كمامة القلوب، تعرف السوشيال ده الترند ده يقصد بايه؟ ايه كمامة القلوب دي؟
ممكن يقصد بيه معنيين. اول معنى الكمامه مثلا ممكن يحط عليها قلوب. تاني معنى مثلا ان قلوب الناس الايام دي اغلبيتها يعني بقت سودة من جوه، معظمها، معظم الناس سودة. ليه كده؟ بصراحه بقول لك اختلفت طريقه الاحتفال بعيد الحب السنه دي عن السنوات اللي فاتت. يعني مش في اكيد اختلاف، يعني في تطور. طيب هسمعنا ايه؟ اغنيه مغرم. مغرم اتفضل. مغرم مغرم انا بيك على طول، وانا صابر والصبر في هوايا دليل. انت اللي حبيته وانت اللي ناديته من بين الناس، وانا قلت خلاص وانت بتهواني، وفي يوم تنساني ولا دقت معاك طعم الإحساس. وآه يا زمان يا زماني، آه من العين والليل والآه الصبر جميل، قالوا في المواويل والقلب يدوب يدوب يرتاح ليل يشوف مع صبر صباح. قادر تنساني طيب انساني، صعب انا انساك وانا روحي معاك، وافضل انا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري. يا ليل يا عين. شكرا يا محمد، شكرا. احمد، عايزه اعرف ايه رايك في الترند برضو اللي ماشي دلوقتي، اللي كل مغني بياخد مراته او حبيبته على الستيج وبيغني، انت مع ولا ضد؟ هو حضرتك هي ظاهره جديده لسه علينا. الظاهره ليها يعني شقين، شق ايجابي وشق سلبي. الشق حضرتك السلبي. او نبتدي بالايجابي. الايجابي. نبتدي بالايجابي الاول. اتفضل. الشق الايجابي لو في حضرتك اتنين مختلفين مثلا مرتبطين، لما بيشوفوا مشهد زي كده بيبقى حاجه كويسه، يعني انهم ممكن يتصالحوا وكده. والشق السلبي ان حضرتك في زمن السنجله. الزمن ده زمن السنجله. زمن السنجله حضرتك يعني بتبقى ما يعرفش ان هو يعني يقدم حبيبته يعني اغنيه زي كده او حاجه زي كده، فتبقى حاجه يعني. طب هتسمعنا ايه يا احمد يا زيكو يا زمن السنجله؟ اتفضل. ممكن اغني القلب؟ اتفضل. عيون القلب سهرانة ما بتنامش ولا صحيان ولا نايمة، ما بقدرش يفوت الليل يفوت سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح روح يا نوم. شكرا. علاء، عايزك، انا سمعت انك انت او عرفت انك انت عامل اغنيه اسمها سكر مكرر.
كلمني عن الأغنية دي. اي والله انا كنت يعني عايز ابدا ان انا اعمل حاجه وابدا ان انا اظهر، ففكرت واستشرت ناس فيعني بعد ما استشرتهم بتاع والكلام ده، وبدات ان انا اطلع يعني اطلع من اطلع بقى جو النور، ان انا عايز اعمل نفسي حاجه، عايز اوصل لمكانه معينه. فاضطريت ان انا اعمل كده، اضطريت اعمل حاجه ابدا ان الناس تشوفها وتعرفني، وبعد كده اعمل حاجه يعني ان شاء الله اعمل حاجه احسن ان شاء الله. طب نسمع جزء صغير بالاغنيه. تمام. عايزه في النهايه كده عايزه اسمع منك اغنيه بقى في حب مصر. احنا بنغني النهارده، يلا نغني في عيد الحب. طبعا مش هننسى مصرنا من عيد الحب. اتفضل. يا لي يا مصر مين يقدر عليك، ربنا أصلا حميك، ما تشيليش الهم أبدا، ده اللي خلقك مش ناسيك، واللي عمره يا مصر فكر يكسر كان غيره أشطر، اللي يجي عليك يخسر، ده انت أقوى جندي فيك يا مصر، مين يقدر عليك. شكرا شكرا يا محمد. يلا يا أحمد، عاوزين أغنية برضو في حب مصرنا. لأنك عظيمة، لأنك عظيمة، قدرت تربي في قلوبنا العزيمة، محيتي في لحظة، محيتي في لحظة في عيوننا الهزيمة، رفعت الإرادة في أرض الميدان، لأنك جميلة، لأنك جميلة، عملنا حاجات كانت مستحيلة، قالولك شبابك ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وتفتي كمان، وقلت اللي ضحى عشاني بدمه وساب كل حاجة وكان انتهم يجيب لي حقوقي من اللي باعوني، ما أنا أولى بيه، ما أنا أصلي أمه. علاء، انت كنت عايز تختم بموال شعبي، بما انك انت بتحب الغناء الشعبي، اتفضل.
بيسألونا ايه جرالنا، ايه اللي غير طبعنا، وبيقولولنا اتقال لي خيرنا والرحمة راحت مننا. حد فيكم جه وسألنا عن عيشتنا وظلمنا، عايشين على أعصابنا، عمر الهم ما سابنا، ولوم تعيشنا في بق تسع، وانتوا تقولوا نصيبنا دنيا وقاسية علينا، من الغلب بتسقينا، ولا حدش قال مالكوا في مرة، ولا طبطبتوا علينا. شكرا، انا بشكركم على الحلقه الجميله دي، وانتوا شرفتوني. اعزائي المشاهدين، انا بشكركم. زي ما انتوا شايفين، خلي الصوت الحلو عليك وخلي ظهورك للمشاهدين علينا. عندك موهبه صوت، تمثيل، ان شاء الله حتى رسم، اي موهبه حاسس انك انت عايز تتشاف، كلمنا على واتساب 0122 25 0122 25 0122 25 77 22 5، أو راسلونا على صفحة الفيسبوك ميما الفايق بالعربي والإنجليش. أعزائي المشاهدين، أنا بسعد بيكم، سعدت بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. أشوفكم الحد القادم إن شاء الله في نفس الميعاد. دمتم لنا تحياتي.